جامعة عين شمس الحقيقة شهدت توقيع اتفاقية تأسيس معمل ابتكار الفضاء بالجامعة بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية. ويمكن احنا قبل كده اتكلمنا مع حضراتكم على هذا المجال، ان هذا المجال الحقيقة يمكن مصر كمان اتأخرت كتير في انها تحقق فيه خطوات كبيرة إلا في السنين القليلة اللي فاتت، لأن العالم الخارجي يعني وصل لمستوى كبير جدا في هذا المجال. طيب معمل ابتكار الفضاء ده عبارة عن إيه؟ اللي هو في جامعة عين شمس، هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، واللي من المقرر أن يتم تأسيسه في 32 كلية في 27 جامعة في مصر. عن طريق بقى المعامل دي هيتم تشجيع وتدريب ودعم المبتكرين في مجال تكنولوجيا وتطبيقات الفضاء عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج والمسابقات والتدريبات العملية. طيب احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر، ايه اللي هيحصل في البروتوكول ده، وايه يعني تفاصيل معمل الابتكار ده، عشان برضو لازم تكون مصر الحقيقة ليها اسم في هذا المجال. دكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور مصطفى تحياتي لحضرتك. ازاي صح؟ الحمد لله يا فندم. طيب احنا محتاجين نعرف يعني المعمل ده ايه اهم التفاصيل اللي فيه، كلية الهندسة هتقوم بدور ايه تحديدا في هذا المجال، والبروتوكول ده هل ليه مدة معينة ولا هو ممتد؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي كده ان هو طبعا توطين تكنولوجيا وعلوم الفضاء الحقيقه ما يعني ما هواش علم من العلوم الرفاهيه على الدول دلوقتي، وزي ما احنا شايفين هو في سباق للمعلومات وفي سباق على الاستشعار عن بعد، ودول عربيه حتى سبقت في المجال ده. صحيح. الحقيقه تكنولوجيا الفضاء مهم توطين المعلومات ده هي والتكنولوجيا دي على قاعده اعرض للطلاب، مش فقط في كليات الهندسه ولكن بتشمل برضه علوم الحاسب الالي. الحقيقه الاستراتيجيه للاتفاقيه للمشروع ليها ثلاث محاور. أول محور ليها هو الاستثمار في الأفراد، وكان مينلي على أساس إن هو ينشر الوعي بتاع تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية، وزي ما حضرتك تفضلت كده هو مش هيبقى معمل واحد فقط ولكن هيبقى عبارة عن 35 معمل للأقمار الصناعية اللي بتسمى بالإيجيبشن سبيس إنوفيشن لابس، وهتبقى امبيدد او متوطنه في 27 جامعه من الجامعات المصريه. والحقيقه هيربط ما بين اللابس دهيت بلاتفورم، زي ما احنا عارفين كلنا بدانا ننطلق الى المنصات الالكترونيه وكده، فمعظم المعامل دي مش هتبقى مغلقه على نفسها ولكن هيبقى في تفاعل بيني ما بين المعامل دي وما بين الكليات المختلفه. الكليات المختلفة اللي في مصر، ولا هيبقى في اتصال خارجي ايضا مع الدول المتقدمة في هذا المجال؟ ده اكيد طبعا، لان طبعا من خلال كلية الهندسة ومن خلال برضه الوكالة المصرية لعلوم الفضاء هيتم طبعا يعني استيراد احدث العلوم والاكتيفيتيز اللي بتحصل في المجال ده علشان تبقى متوطنة في المعامل دي. والحقيقه هو الغرض مش انشاء المعامل دي فقط، ولكن الغرض برضو تاسيس مواد تنشر الوعي ده او تنشر العلوم ده، وتساعد على ان طلاب كليات الهندسه وكليات علوم الحاسب الالي انها تبدا تعرف النو هاو بتاع العلوم ده. هي كليات العلوم اخبارها ايه في القصه دي؟ وهيبقى معانا، لان طبعا هيبقى في يعني علوم هندسيه ليها علاقه بالمواد بالماتيريالز الحاجات دي كلها، وكليه العلوم هيبقى ليها يعني جزء اصيل في الاشتراك. وزي ما حضرتك عارفه احنا بنتكلم دلوقتي او الجامعات اعتقد كليه علوم يعني فيها قسم فلك. طبعا يعني هذا القسم ايضا معني بهذا الموضوع بشكل كبير. ده اكيد ده اكيد. احنا بنتكلم طبعا في العلوم دلوقتي على الانتر ديسيبلينز او التفاعل البيني ما بين العلوم المختلفه، وزي ما حضرتك عارفه ان موضوع الفضاء ده هو او يعني الاقمار الصناعيه هي عباره عن يعني بتصنع من علوم ميكانيكيه وبرمجيات، وبالاضافه طبعا لعلوم
هندسة نظم. فالحقيقة الموضوع مركب وداخل فيه علوم مختلفة من تخصصات مختلفة. طيب الطالب المصري بقى يعني استعداده بقى لتلقي كل هذه النظم الجديدة في هذا العلم وفي هذا المجال المهم أخباره إيه؟ هو حضرتك الطالب المصري طبعا في كلية الهندسة عندنا بيبقى يعني equipped أو معد بالبيزك نوليدج في علوم الكوميونيكيشن وعلوم الأسس في علوم الميكانيكا اللي هي والاتصالات. وطبعا هي الفكرة ان هو المواد الإضافية اللي هتبقى تزود بيها المناهج بتاعتنا علشان تأورينت بس او تعيد صياغة الأهداف وتعيد صياغة العلوم اللي هو بيستقطبها الطالب وتعرفوا بيه ازاي ان هو يستخدم العلوم الأساسية دي ان هو يعكس الكلام ده على تصنيع الأقمار الصناعية ومجال غزو الفضاء والأبعاد. فهو مش بعيد عن الطالب بتاعنا، بس هي مسألة ازاي ان هو يأورينت نفسه ان هو الكلام ده ازاي يأبلاي او يبدأ يوقعه على. طيب اسمح لي دكتور مصطفى، يعني الحقيقة يعني اتعودت ان انا اتكلم مع ضيوفي كده وادي لنفس المساحة ان انا اتكلم معهم بصراحة. الحاجات الجديدة اللي بتتم في جامعاتنا المصرية عشان يتم تفاعل الطالب المصري بيها ساعات كتير جدا من بعض الكليات، يعني بلاش الإجماع عشان الإجماع مخل، أو بعض المؤسسات يعني التعليمية بتخاف جدا على معامل الابتكار دي أو أي منظومة جديدة إنها يجرى لها حاجة من سوء استخدام الطلاب، فبالتالي بيتم إغلاقها وما بيتمش أي تفاعل تطبيقي على أرض الواقع ما بين الطالب المصري وما بين الحاجة اللي وفرت له الدولة عشان يتعلم من خلالها علوم جديدة عشان يقدر يواكب العصر أو يواكب العالم الخارجي. الكلام ده برضو أخباره إيه؟ يعني أنا محتاجة أن حضرتك بما أنك وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس العريقة يعني تطمننا على الموضوع ده. لا أنا حابب طبعا أطمن حضرتك مش على جامعة عين شمس أو هندسة بس، لا الحقيقة هو معظم كليات الهندسة المعامل بتاعتها والورش الحقيقة بتشمل وتنعم بمصفوفة من نظم الصيانة، وبيبقى فيه طبعا يعني زي ما بنقول كده يعني تشيك ليست او زي ما بنقول كده متابعه دوريه علشان الحفاظ على استدامه المعامل والورش، وبيبقى في مشرفين طبعا على الطلاب وهم شغالين في المعامل والورش. الحقيقه طبعا الكلام ده هيسوقنا لان طبعا التنفيذ معامل الأقمار الصناعية دي مشترك فيه بس مش وكالة الفضاء المصرية. هو ممول من أكاديمية البحث العلمي وتحت إشراف طبعا مركز الابتكار عندنا في كلية الهندسة، لكن في طبعا مركز التميز العلمي والتكنولوجي ده هيئة قومية تابعة للإنتاج الحربي، دي هتبقى مشاركة في التنفيذ وهيبقى فيه النو هاو وزي ما بنقول كده قطع الغيار والصيانة والكلام ده. وطبعا في مؤسسات زي المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، دي برضو مؤسسة غير هادفة للربح. وكليات الهندسة بقى كلها على يعني على الغرار 27 جامعة حكومية. أنا قصدي إن هي منظومة الصيانة ومنظومة الحفاظ على مرونة أداء المعامل ده محطوطة في البروتوكول والبعد ده وهيتم تطبيقه دلوقتي. يعني الأهم في كده على أرض الواقع إن شاء الله. هو المهم طبعا يهمنا الطالب وعملية التعلم وإن يحصل غرز لمفهوم والأسلوب عمل واللي بتقوم عليه تكنولوجيا علوم الفضاء وكمخرجات من مجالات، لأن ده الهدف الأساسي والاستراتيجي الحقيقة. يعني دكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا لسعة صدرك يعني في هذا الحديث، وبنتمنى التوفيق يا رب لأولادنا في هذا المجال تحديدا، لأن احنا من حقنا كمصريين ان احنا نواكب العالم في هذا المجال ونسبق ونتخطى ونقدر ان احنا نسيب بصمتنا اللي احنا سايبينها في أي مجال بنحط دماغنا فيه وبنركز فيه، وبنعرف ازاي يبقى المصري ليه بصمته الخاصة عن أي فرد تاني في العالم.